خلال مباحثات قمة مع العاهل السعودي، الرئيس السيسي يؤكد أن أمن الخليج يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر. مدبولي يؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية. والنيتو يتهم موسكو باستهداف المدنيين ويتعهد بعدم السماح لروسيا بالانتشار خارج أوكرانيا. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. العلاقات المصرية السعودية تاريخ عريق ومصير مشترك وتشاور دائم بشأن مختلف القضايا والملفات. مسيرة طويلة من العلاقات المصرية السعودية نمت وارتقت لتتجاوز أفاق الأروقة الدبلوماسية والسياسية إلى مصير مشترك ورؤية موحدة، وصولا إلى مستوى غير مسبوق من التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار دول الخليج، مشددا على أن أمن الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر. كما شدد الرئيس السيسي خلال لقائه الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين ضمن زيارته لمدينة الرياض، أكد على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، معربا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع السعودية في جميع المجالات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الزعيمين تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أكد العاهل السعودي على ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، مشيدا بدور مصر المحوري في المنطقة العربية وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار في الوطن العربي. هذا وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين خاصة على الصعيد العسكري والأمني، إلى جانب التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما. كما تم مناقشة مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بتعزيز التواصل المستمر بين مصر والسعودية من خلال الزيارات المتبادلة، والحرص على أن تمثل هذه الزيارات قوة دفع لزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي في الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك خلال الزيارة الرسمية للرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ولي العهد أعرب عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبا، مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة. كما أشاد ولي العهد بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، وأكد الأمير محمد بن سلمان تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات. وأوضح متحدث الرئاسة أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس السيسي أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري،
كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في معرض الدفاع العالمي في الرياض، يرافقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وحسب ما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإن المعرض يمثل منصة عالمية في قطاع التصنيع الدفاعي، وتعرض خلاله أحدث تطورات التكنولوجية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم. كما تفقد الرئيس السيسي الجناح المصري الذي يضم منتجات عسكرية متنوعة وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. وتأتي المشاركة المصرية في المعرض في إطار العلاقات المترابطة بين البلدين والحرص على المشاركة والاطلاع على أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعات الدفاعية. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. ضيف الكريم، بعد التحية، كيف تابعت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية؟ طبعا زيارة بتأتي في توقيت شديد الأهمية، بتشهد فيه الساحة الدولية حالة من الاضطراب بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، واضطراب أسواق النفط والغاز، وبكل تأكيد هناك أيضا مخاطر من تصاعد وتيرة فرض العقوبات، مما قد يؤثر على أولا أمن الطاقة بصفة عامة، وده في صلب الاهتمامات المصرية السعودية، وكذلك يعني أمن الخليج بصفة عامة، خاصة وأننا أمام يعني منطقة البحر الأحمر بأمنها الاستراتيجي وارتباطها بقناة السويس وبخط المضايق اللي بتعبره أساطيل عسكرية وإمدادات تجارية كبرى. يعني أمام مشهد دولي شديد التعقيد والخطورة والتصعيد، يحتاج الأمر تشاور بين العاصمتين الأكبر والأهم القاهرة والرياض، جناحي الأمة العربية، حيث يجب أن يستقر القادة ويناقشوا رؤى مشتركة كيف يمكن مواجهة المشهد الدولي الحالي، خاصة وأننا في منطقة الشرق الأوسط عرضة لتصاعد وتيرة العنف في أوروبا، وكذلك يعني العقوبات المتصلة باستيراد النفط من روسيا. اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بيتكلم عن وقف استيراد النفط الروسي، وروسيا بتهدد بقطع الغاز والنفط عن أوروبا اللي بتستفيد ب 60% من استيراد النفط من روسيا و 30 إلى 40% من استيراد النفط أيضا من روسيا. أي أن هناك حاجة أن تتباحث الدول العربية الرئيسية حول كيف يمكن مواجهة مخاطر الأوضاع الحالية في السوق الدولي، كذلك يعني تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور الثنائي حول المرحلة القادمة وأجندة المنطقة العربية وأمنها وقمتها المنتظرة، كلها أمور حتما كانت محلا للنقاش بين السيد الرئيس والعاهل السعودي. نعم، السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. العلاقة بين القاهرة والرياض زادت رسوخا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمت قوة العلاقة في زيارات واتصالات متبادلة بين مسؤولي البلدين. دائما ما تسعى القيادة السياسية إلى تعزيز علاقاتها بمحيطها العربي، فمنذ تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد وهو يسعى لتنمية تلك العلاقات، ولعل العلاقات المصرية السعودية خير دليل على ذلك. العلاقة ما بين القاهرة والرياض زادت رسوخا في عهد الرئيس السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات متبادلة ما بين مسؤولي البلدين. فدائما ما تجد مواقف مصر والسعودية متوافقة في كل ملفات المنطقة وأزماتها وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات، انطلاقا من فرضية أساسية تقوم على الرفض التام لكل التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية. وكون مصر والسعودية قطبي الوطن العربي والإسلامي، لذا يقع على عاتقهما العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والوصول إلى الأهداف الخيرة المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية. ففي المرحلة التي مر بها مصر منذ تولي الرئيس السيسي، وقفت المملكة العربية السعودية بجانب القاهرة حتى تمكنت من استعادة قوتها، إلى جانب وقوف مصر بجانب المملكة في تصديها للتهديدات الإرهابية،
ودائما ما تعرب مصر عن تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق ما بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين. الرئيس السيسي وضع الخطوط الواضحة لتعزيز العلاقات المصرية السعودية لتتوالى الزيارات المتبادلة ما بين قيادات البلدين مع تولي الملك سلمان بن عبد العزيز سدة الحكم وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. أشادت المملكة العربية السعودية بما تتميز به العلاقات مع مصر من عمق تاريخي وتعاون استراتيجي مع تنسيق مستمر تجاه القضايا التي تهم البلدين على ساحتين الإقليمية والدولية. وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى عمل البلدين الشقيقين على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم نظراً للمكانة العالية والموقع الجغرافي الذي يتمتع به البلدان، مما عزز من ثقلهما على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. كما شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية نموا كبيرا بما يعود بالنفع على البلدين، وتطورت العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات مثل مشروعات البنية التحتية والربط الكهربائي والتعليم. Thank you.
للخبر الأبرز، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين ضمن زيارته لمدينة الرياض، شدد على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية. وخلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أكد الرئيس السيسي أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة مهمة. تأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتشهد العلاقات بين البلدين واحدة من أزهى عصورها بفضل التنسيق والتشاور الدائم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي انعكس بشكل واضح على كافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين خدمة لمصالح شعبي المملكة ومصر. ولدى وصول سيادته العاصمة الرياض، كان في استقبال سيادته سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وكبار رجال الدولة في السعودية وأعضاء السفارة المصرية في الرياض. وعقب مراسم الاستقبال، رحب سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالعلاقات المصرية السعودية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن سمو الأمير محمد بن سلمان اصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قصر اليمامة، حيث كان في استقباله جلالة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، والذي رحب بالسيد الرئيس ضيفا عزيزا على المملكة، مثمنا العلاقات المصرية السعودية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، مشيدا بالمواقف المتطابقة للبلدين إزاء العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل الإقليم في الوقت الراهن. من جانبه، أشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمق العلاقات المصرية السعودية قيادة وشعبا، وأهمية دفعها لآفاق أوسع في إطار ما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية، وأهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وتزداد أهمية هذا التنسيق والتشاور بسبب الأوضاع التي يشهدها الشرق الأوسط والتحديات الأمنية التي تضفي المزيد من الأعباء على الرياض والقاهرة من أجل العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والعمل على تهدئة التوترات والأزمات التي تموج بها المنطقة. أكد
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، لا سيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء والجهات المعنية لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية. وأكد مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصة المدرجة منها على بطاقة التموين. وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، مؤكدا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة. ومن جانبه توقع وزير التموين أن يصل عدد الشركات المشاركة بمعارض أهلا رمضان إلى نحو 250 شركة، مشيرا إلى أن هناك نسبة تخفيضات مختلفة على السلع. وفي سياق متصل، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع ممثلي الغرف التجارية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، وذلك بحضور عدد من الوزراء. وخلال الاجتماع شدد مدبولي على أن هذا التوقيت المهم يفرض التعاون التام بالمستوى الذي تحقق خلاله أزمة جائحة كورونا لتخفيف حدة هذه الأزمة الراهنة على المواطن المصري، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص والغرف التجارية بهدف توفير مختلف السلع للمواطنين. وأشار وزير التموين علي المصلحي إلى أن هناك تعاونا تاما مع اتحاد الغرف التجارية وتحديدا غرفة الصناعات الغذائية، حيث يتم التنسيق حاليا بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب تكثيف التنسيق حاليا مع المحافظين بحيث يتم تجهيز الشوادر الخاصة بالسلع المختلفة وسيتم عرضها خلال أيام. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه سيتم استقبال بيان مفصل من الغرف التجارية بصورة يومية، على غرار ما حدث خلال أزمة كورونا يرصد موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وكذا الأسعار على النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب. وشدد رئيس الوزراء على استمرار عمل لجنة الأزمات بمجلس الوزراء لمواجهة أي عوائق خلال هذه المرحلة والمتابعة الآنية للأسواق والتنسيق التام بين المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص بما يسهم في توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعا للأسعار في مختلف دول العالم ومعدلات تضخم عالية. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي توافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 مارس عام 1969، أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجند المجهول. سلام الشهيد، سلام زنا. كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. سلام الشهيد.
توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات. وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من قدام القادة السابقين. وكبار قادة القوات المسلحة. قدم وزير الداخلية محمود توفيق التهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. وأعرب وزير الداخلية عن أطيب التهاني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، كما أعرب عن أصدق مشاعر الإعزاز والتقدير وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقال وزير الداخلية في البرقية إن هيئة الشرطة تسرها في مناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن تذكر بكل إعزاز وتقدير أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهداءها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعا عن الوطن المفدى وترابه المقدس، وسطروا صفحات مضيئة وحافلة بأروع التضحيات. يفارقنا جسد ويسيب ذكراه، الشهداء أحياء سيرتهم باقية في قلب الوطن وعطائهم أمل وحياة. عظيم سلام وكلنا واقفين لروحه انتباه، واحنا النهاردة بنوعد وهنكمل المشوار وراه. بلدنا مش هتنحني وإيد في إيد هتتبني، والموت لعمره هتدرى بيزيد حياة. 9 مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، عطاء وخلود. قام وزير الداخلية محمود توفيق بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على منحها لهم، تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الوزارة بهذه المناسبة. خلال الاحتفال أشاد وزير الداخلية بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن، موجها التحية والتقدير للمصابين ولأرواح الشهداء، مشيرا إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز للجميع، وأن تكريم النماذج المشرفة من رجال الشرطة يعد تكريما لجميع العاملين بجهاز الشرطة. وأكد أن هذا التكريم يأتي ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية، تقديرا للجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مجالات العمل الأمني. قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تحية فخر وتقدير لكل نساء مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي. وأكدت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على الفيسبوك أن المرأة المصرية على مدى التاريخ هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها كأم حنونة وزوجة وفية وأخت فاضلة وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة. ووجهت تحية لعظمات مصر وفتياتها، فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصر الكبيرة. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية الحكم حرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية من أجل أن تحظى بالمزيد من الحقوق والمكتسبات وتمثيلها في كل مواقع اتخاذ القرار وفي الأحزاب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية. وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن عدد السيدات العضوات في مجلس النواب بلغ 164 عضوة، كما تم تعيين أول امرأة في منصب محافظ، وتولت أيضا منصب القضاء فضلا عن المناصب الوزارية والقوات المسلحة.
كلنا يعلم أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والواجبات هو ما أقرته وأكدت عليه جميع المواثيق الدولية. فمسألة تمكين المرأة ومساواتها بالرجل ليست مطلبا فئويا بل هدفا تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية على نحو مثمر ومنتج. فمنذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم وهو يحرص على الانتصار لقضايا المرأة المصرية. ونتابع الآن مشاهدين على الهواء مباشرة كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا. الاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية لهم، وسندعمهم ضد الطغاة والقمع وضد أي اعتداءات ضدهم، وأعتقد أن ذلك قد يفاجئكم، ولكن الشعب والناس من حول العالم يتكلمون عن الحرية، وحين سيكتب عن تاريخ هذه الحرب سيتكلمون أن حرب بوتين على أوكرانيا قد أضعفت روسيا وجعلت العالم أقوى. فليبارك الله كل الذين يحاربون في أوكرانيا. وأتوجه الآن إلى تكساس. أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اقتناعه بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قادر على فعل المزيد لوقف الحرب. وشدد زيلينسكي على ضرورة دعم بلاده في كفاحها من أجل الحرية. وقال زيلينسكي في حوار لشبكة ABC نيوز الأمريكية إن الشعب الأوكراني سيتصدى للقوات الروسية مهما استغرق ذلك من وقت، مشيدا بشجاعة المواطنين الأوكرانيين وبسالتهم في الدفاع عن بلدهم. كلمة مسجلة له بثها عبر مواقع التواصل، اتهم الرئيس الأوكراني دول الغرب مجددا بعدم الوفاء بوعودها بشأن مساعدة بلاده في مواجهة الهجمات الروسية. وحمل زيلينسكي الغرب مسؤولية مقتل المدنيين لعدم تطبيقه حظر الطيران فوق الأجواء الأوكرانية، وتوعد بمحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين أمام المحاكم الدولية. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تحقق من سقوط 1335 ضحية في صفوف المدنيين في أوكرانيا بواقع 474 قتيلا و861 مصابا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 من فبراير الماضي. ولكن المكتب ذكر أن الحصيلة ليست كاملة، وذلك في انتظار تأكيد تقارير، مضيفا أنه توجد مزاعم عن سقوط مئات الضحايا المدنيين في بلدات فولنوفاكا وماريوبل وإيزيوم. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ينس ستولتنبرغ أن هناك تقارير موثوقا بها تفيد بأن روسيا تستهدف المدنيين في أوكرانيا، داعيا موسكو إلى إنهاء الصراع متعهدا بعدم السماح لها بالانتشار أكثر من ذلك. وقال ستولتنبرغ إن حلف الناتو تتحمل مسؤولية ضمان عدم تصعيد الصراع وانتشاره خارج أوكرانيا، مضيفا أن الحلف سيحمي ويدافع عن كل شبر من أراضي الحلفاء. That would be even more dangerous, destructive, and even more deadly. The situation could spiral out of control. Including Canada. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر أمريكي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، كما شدد أن الحرب في أوكرانيا ليست عذرا لشركات النفط لتحقيق أرباح. وفي كلمته التي تابعنا جانبا منها منذ قليل، أكد بايدن أن تأثير العقوبات ظهر سريعا على الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن إدارته اتخذت قرار حظر النفط الروسي بالتنسيق مع الحلفاء.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الرئيس جو بايدن طلب 10 مليارات دولار من الكونغرس لمساعدة أوكرانيا. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس أن واشنطن ستواصل دعمها لأوكرانيا وتقديم المزيد من المساعدات. أكثر من 1.7 مليون نسمة أجبروا لمغادرة بلادهم، وهناك من سينزحون داخل أوكرانيا، هناك من يحاولون أن يخرجوا لكن لا يستطيعون الخروج من المناطق المحاصرة، وهناك ممرات إنسانية وهي لإيصال المساعدات وأيضا للمنظمات الإنسانية مثل الصليب الأحمر الذي يمكن أن يتم التفاوض معهم عبر هذه الممرات كي يتمكن المدنيين من المغادرة بسلام وأمان. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الصين وحدها غير قادرة على التخفيف من وطأة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وأشارت جين ساكي أنه في حال عدم التزام بكين بالعقوبات التي يتم فرضها ستتخذ واشنطن خطوات مناسبة. وافقت الحكومة الأوكرانية على فتح ممر لإجلاء المدنيين الفارين من مدينة سومي بشمال شرق البلاد والتي شهدت هجمات وضربات جوية متواصلة في الأيام الأخيرة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك أنه يجب إزالة جميع العوائق على طول الطريق بالكامل، مشيرة إلى أنه لم يتم الاتفاق على طرق أخرى لخروج المدنيين من باقي المدن الأوكرانية الواقعة في دائرة القتال. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن تقديراتها تفيد بأن ما يقرب من 100% من القوات التي حشدتها روسيا على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة باتت اليوم داخل أوكرانيا. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم ملحوظ في الأيام الأخيرة في أوكرانيا باستثناء المناطق التي سيطرت عليها في جنوب هذا البلد. في سياق إن متصل أفاد كيربي بأن واشنطن نشرت 500 عسكري إضافي في أوروبا لتعزيز أمن حلف شمال الأطلسي الناتو، مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية تناقش الخيارات لتعويض الدول التي قد تزود أوكرانيا بمقاتلات، مشيرا إلى أن القرار لم يتخذ بعد وبانتظار تجاوز العقبات اللوجستية. أعلنت شركة شيل البريطانية للنفط عزمها الانسحاب من النفط والغاز الروسي بشكل تدريجي تماشيا مع التوجيهات الجديدة للحكومة البريطانية، وذلك ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقالت شركة شيل إنها ستوقف جميع عمليات الشراء الفورية في سوق النفط الخام الروسي وستغلق محطات الخدمة الخاصة بها، وكذلك أنشطة وقود الطائرات وزيوت التشحيم في روسيا. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. دقلو يؤكد ضرورة التوصل لوفاق شامل بين السودانيين لإدارة الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات.
أكد نائب رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلي أن الحوار هو المدخل الأساسي لحل أي خلافات بين السودانيين، مشددا على ضرورة التوصل لوفاق شامل بين جميع السودانيين لإدارة الفترة الانتقالية وصولا لمرحلة الانتخابات. جاء ذلك خلال لقاء دقلو مع مبعوث الاتحاد الأفريقي السفير محمد ولد لبات، بحضور الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش. وخلال اللقاء أطلع نائب رئيس مجلس السيادة السفير محمد ولد لبات على الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية الراهنة بالسودان، مشيدا بالاتحاد الأفريقي وسعيه الدائم لمعالجة مشاكل القارة الأفريقية في الإطار الأفريقي. دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد في جلسة عامة بعد غد الخميس في القصر الجمهوري في بعبدة، وعلى جدول أعماله 18 بندا أبرزها ملف الميجا سنتر والتعديات على خطوط النفط في طرابلس. كانت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد تصور للميجا سنتر قد عقدت اجتماعها أمس الاثنين ولم تتوصل لتصور عام حول الموضوع. هذا ويهدف مقترح الميجا سنتر إلى إنشاء مراكز اقتراع كبرى تسمح للمواطنين بالتصويت في الانتخابات المقبلة في دوائرهم الانتخابية من أي مكان في البلاد دون اشتراط الانتقال إلى مقر اللجان في تلك الدوائر. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته جاءت في ظل ظروف صعبة ومعقدة للغاية وسجلت فيها نقاط نجاح مهمة، وقال إن العراق يمر بتحديات كبيرة بسبب الفساد وسوء الإدارة. ووجه الكاظمي حديثه للنساء بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدا أن كل امرأة حملت العراق في قلبها وحملت قضية المرأة عاليا وكافحت لأجلها. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكدا استعداد مصر لتوفير كل الإمكانات اللازمة لعقد الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي 2024 والذي سوف تستضيفه مصر. خلال لقائه مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية، استعرض مدبولي رئاسة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ والاستعدادات الجارية في هذا الشأن. وتطرق الاجتماع إلى جهود التنمية الحضرية المستدامة ودور مصر الريادي في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بما في ذلك العمل على تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات المتعلقة بمكافحة الفقر في عدد من المناطق وفي مقدمتها صعيد مصر وتنفيذ السياسة الحضرية الوطنية وإصدار السندات الخضراء. ناقشت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانيك جيلاميريك الموضوعات الخاصة بالمشروعات التي سيقوم بتمويلها صندوق المناخ الأخضر، سواء في مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التغيرات المناخية. يأتي ذلك في إطار زيارة يانيك جيلاميريك لمصر التي تتضمن عقد عدد من الاجتماعات لدعم التعاون بين مصر والصندوق، استعدادا لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27. ويهدف الاجتماع لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتمويل وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وذلك وفقا للأولويات والاحتياجات الاستثمارية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة والتي ستعقد ورقيا ويتم تصحيحها يدويا خلال العام الدراسي 2021-2022، مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن. وأوضح المركز الإعلامي أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة لا علاقة له بما إذا كان الامتحان أو التصحيح ورقيا أو إلكترونيا، كذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة سواء كانت مقالية أو متعددة الاختيارات، مناشدا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي أن مصر أصبحت على مدار الأعوام القليلة الماضية لاعبا رئيسيا ومؤثرا في المنطقة على مستوى القدرات العسكرية والدفاعية. وخلال تفقده لجناح كوريا الجنوبية بمعرض الدفاع العالمي والمقام بالعاصمة السعودية الرياض، أضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تتطلع لعقد المزيد من الشراكات الناجحة مع مختلف اللاعبين الدوليين، وذلك لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة بمجال تصنيع النظم الدفاعية. وفي ملف حياة كريمة، كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف مسؤولي المرافق والخدمات المجتمعية ورئيس حي العمرية أول بسرعة البدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءة جميع المرافق والخدمات بمنطقة تشكى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم إزالة جميع المخلفات والإشغالات بالمساكن، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، مشددا على أنه لن يتم السماح بتواجد أي مخالفات وسيتم التصدي الفوري لها وإزالتها. كما استمع المحافظ إلى احتياجات ومطالب أهالي قرية تشكى بالعمرية. انطلقت بقرية مرزوق بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد أعمال القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستمر لمدة يومين. وتضم القافلة أطباء استشاريين في تخصصات الأطفال والباطنة والقلب والرمد والعظام والأسنان وتنظيم الأسرة، حيث تتم عمليات الكشف وصرف العلاج مجانا للمواطنين. نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك إلى قرية أبو الغر بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية. وقال رئيس جامعة طنطا محمود زكي إن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع آية الكفوري. إليك آية. شكرا يوسف، شكرا إلهام، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. تبدأ وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط زيارة للمملكة المتحدة لعقد لقاءات مع مجلس إدارات عدد من المؤسسات الدولية والبريطانية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتستهدف الزيارة دفع مجالات التعاون مع شركاء التنمية متعدد الأطراف من المؤسسات الدولية. ومن المقرر أن تلقي وزيرة التعاون الدولي كلمة أمام مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحديث حول التعاون المشترك وإطلاق الاستراتيجية الجديدة والجهود التنموية التي تقوم بها الدولة على كافة المستويات. استقبلت وزيرة التخطيط هالة السعيد سفيرة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة مريم خليفة الكعبي، وخلال اللقاء تم بحث مجالات التعاون بين البلدين والتأكيد على الرغبة في فتح آفاق جديدة. وأشارت وزيرة التخطيط إلى التعاون الاستثماري بين مصر والإمارات في إطار صندوق مصر السيادية، حيث تأتي المنصة الاستراتيجية المشتركة بين الصندوق وشركة أبو ظبي القابضة ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك.
شاركت وزيرة التخطيط هالة السعيد بالجلسة التي عقدها مركز التجارة الدولية تحت عنوان تحويل التكامل التجاري في أفريقيا إلى واقع، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وخلال كلمتها قالت وزيرة التخطيط إن الفترة الأولى من عام 2020 شهدت تفشي جائحة كورونا في الوقت الذي وقعت فيه الدول الأفريقية إحدى أكبر الاتفاقيات التجارية في العالم خلال القمة الاستثنائية 12 للاتحاد الأفريقي، والتي شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جمعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 13 مليار و500 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 680 مليار و500 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 اليوم بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 10396 نقطة. أيضا تراجع مؤشر إي جي إكس 70 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إلى 52% وأغلق عند مستوى 1801 بنسبة 1.4% وأغلق عند 2804 نقاط. من البورصة إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل إلى 15 جنيها و66 قرشا، وعن سعر البيع 15 جنيها و75 قرشا. نصل اليورو سعر شراء 17 جنيها و8 قروش، سعر البيع 17 جنيها و19 قرشا. أيضا الجنيه الإسترليني سجل سعر شراء وصل إلى 20 جنيها و53 قرشا، سعر البيع 20 جنيها و66 قرشا. ونبدأ بالعملات العربية. بالنسبة للدرهم الإماراتي وصل سعر الشراء اليوم إلى 4 جنيهات و26 قرشا، سعر البيع 4 جنيهات و29 قرشا. واخيرا الريال السعودي سجل سعر شراء وصل الى 4 جنيهات 17 قرشا، وسعر البيع 4 جنيهات و20 قرشا. جرى تداول اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في 22 شهرا بسبب الأزمة الأوكرانية، واستعاد اليورو قوته خلال اليوم بعد تراجع لخمس جلسات، لكنه لا يزال بالقرب من قاع دولارا وثماني سنتات. وصعد الجنيه الاسترليني 2 من 10 ليصل إلى دولارا و31 سنتا، بينما تراجع الين قليلا يصل إلى 115 دولارا و57 سنتا. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى يوسف عبدين وإلهام نمر. إليكم شكرا لك آية. ومن أخبار الاقتصاد إلى تذكرة بالعناوين. خلال مباحثات القمة مع العاهل السعودي، الرئيس السيسي يؤكد أن أمن الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر. مدبولي يؤكد على توجيهات الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية. الناتو يتهم موسكو باستهداف المدنيين ويتعهد بعدم السماح لروسيا بالانتشار خارج أوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة. إلى اللقاء.